حاجة كمان حصلت في الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، وهي ما يخص إنشاء رابطة الأندية. إنشاء رابطة للأندية في الاتحاد الأفريقي، أصبح رئيسها هو رئيس يعني يانج أفريكانز التنزاني. وعايز أقول لكم إن كل الفرق الكبيرة حاولت تبعد عن المشاركة في مجلس الـ يعني رابطة الأندية الأفريقية. الرابطة دي أهدافها، حتى أنا شايفها من وجهة نظري، كل الأهداف بتاعتها هي أدوار المفروض اللي الكاف هو اللي بيلعبها. الأدوار اللي الكاف المفروض هو يلعبها هي تطوير كرة القدم في أفريقيا، تطوير المسابقات، كمان زيادة الأموال الخاصة بخروج الفرق من الأدوار التمهيدية. في بند كده لقيته حاجة غريبة جدا الكاف عامله في رابطة الأندية، بيقول لهم إزاي تتعاملوا مع الحكام ومع الفار، حاجات غريبة وحاجات المفروض تكون هي معتادة، لكن الكاف بيحاول عشان بطولة الدوري الأفريقي يجذب بعض أندية أخرى تكون مشتركة معاه في الاتحاد الأفريقي، أو يعني مشتركة معاه في اتخاذ القرار. ولكن اللي بقوله لكم، القرار الأخير والأول هيكون للاتحاد الأفريقي في كل حاجة بعيدا عن رابطة الأندية. يعني رابطة الأندية الأفريقية مش هتستطيع تاخد أي قرار منفردا بعيدا عن الكاف.